عاد الى ارض الوطن الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي والوفد المرافق له وذلك عقب انتهاء زيارته الرسميه الى جمهوريه الكونغو الديمقراطيه. وخلال الزياره اعرب الفريق اول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات المصريه الكونغوليه المشتركه واهميه مواصله التنسيق والعمل المشترك وتعزيز اواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالحه المشتركه لكلا الجانبين. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له عقب إنتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين. والتقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة بنظيره الكونغولي الدكتور كاباندا باكارونجا. وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة. وأعرب الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين. وأشار وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء الكونغولي إلى أن هناك توافقا في الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين وفي نهاية اللقاء وقع الجانبان على بروتوكول تعاون في مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية بين الجانبين كما التقى الفريق أول محمد زكي مع السيد جان ميشيل سامالو كونديه رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية حيث اعرب عن تطلعه ان تشهد المرحله القادمه توافقا في الرؤى بشان التحديات المشتركه وتطورات الموقف الاقليمي والتحديات الامنيه العابره للحدود والقضايا المؤثره على الامن القومي للبلدين